شهداء رابعة ليسوا ضحايا زلزال وليسوا يعني مضاري فيضان مثلا، هم يعني فقط يعني أسرهم محتاجة نوع من الفلوس عشان يقدروا يعيشوا يعني. لا، شهداء رابعة هم شهداء قضية، هذه القضية بحاجة إلى سياسة وبحاجة إلى إعلام وبحاجة إلى عمل حقوقي وبحاجة إلى عمل ميداني تعبوي وبحاجة إلى عمل فكري وعمل ثقافي، وكل هذه المسارات يجب أن يصرف عليها بالتوازي، يجب أن توفر موارد مالية لها كل مسار حسب أولوياته حسب احتياجاته قد إيه. الشباب اللي قاموا على هذه الفعالية هم يعني ما هماش تنظيم، مش هم المسؤولين عن مراعاة أسر المعتقلين بشكل يعني بشكل تنظيمي، وأنا أعرف أغلبهم يعني مش هتكلم عن يعني حد معين، أنا أعرف أغلبهم هم الناشطين. هي فكرة، هي قاعدة، الشاب اللي بيتحرك بتلاقيه بيتحرك في كل المسارات. يعني دي نقطة مهمة، أنت عايز تقول إن دي مش المعارضة أو مش جماعة الإخوان هي اللي نظمت الحدث؟ لا 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 خالص، إطلاقاً طبعاً، إطلاقاً طبعاً، إطلاقاً طبعاً. أنا متفاهم المنطق دوت، لأن إحنا بقالنا 6 سنوات الناس يعني حاسة بحالة من الموات، فبالتالي أي حاجة بتحصل هو يعني بيقول يا جماعة هو ده هو الأولى، إحنا بقالنا 6 سنوات مفيش حاجة، بقالنا 6 سنوات الناس جوه السجون، فأنتوا بتعملوا ده ليه؟ ما هو برضو الناس اللي جوه السجون محتاجة أن قضيتهم ترجع تاني قضية لها تركيز إعلامي ولها حشد، فتبدأ تضغط بها على النظام وتبدأ تخاطب بها منظمات حقوقية وتبدأ تخاطب بها الرأي العام المصري، فيبدأ يعني يرفض هذا الظلم. فده كله شغل إعلام محتاج صرف، وده كله شغل سياسة محتاج صرف. لكن هو أنا ممكن أفضل أدي لأسر المعتقلين أجمع لهم فلوس وأديها لهم 20 سنة قدام وده هيفضل مستمر يعني، لكن إذا القضية نفسها مفيش ليها تعبئه مفيش ليها شغل، فدول هيفضل جوه السجون وهيفضل اهاليهم بيجي لهم فلوس. طيب دي نقطه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لحضرتك، الشباب اللي قاموا على هذه الفعاليه هم شباب يعني 95% منهم شباب يعني اشتغل تطوعا، الا اللي اضطر انه يسيب شغله لمده اسبوعين عشان ينتج اغنيه وعشان يعمل حاجه، فده طبيعي اخذ تكلفه الكلام دوت، لكن في النهايه كل الشباب ده شباب متطوع، شباب هو بالفعل نشط في كل هذه المسارات. الشباب دوت عاملين مجموعات بتراعي اسر الشهداء وبتراعي اسر المعتقلين. الحاجه الاخيره هو بيقول هل يرضى؟ هم بالفعل راضيين، فعاليه امبارح كان فيها اسر شهداء وكان فيها اسر معتقلين، واحنا يعني ازعم ان احنا متواصلين مع ناس داخل السجون في الداخل، متواصلين مع أسر الشهداء بشكل جيد، ما فيش حد أبدلنا هذا التحفظ، بل بالعكس الكل عنده أمل إن دي تبقى بداية لنمط جديد من الفعل ونمط جديد من الحياة. تحفظت على السوشيال ميديا دي جت منين؟ ما هو ما نقول لحضرتك، هو يعني في حالة عامة بين بعض الناس إن هو شايف إن ما فيش أي شيء بيتم، شايف إن ما فيش شغل سياسي حقيقي بيتم، عنده تحفظ. يعني دول غضبهم ليهم حق انهم يغضبوا ولا انت شايف؟ اكيد لهم حق، احنا بقى لنا 6 سنوات عندنا معتقلين داخل السجون ما طلعوش، بقى لنا 6 سنوات قاعدين في الخارج مش عارفين نرجع بلادنا. تمام. فحاله التعثر الكامله طبيعي انه اي حد بيدور على اول شماعه يحط عليها حاله التعثر ديت حتى لو مش هو اللي مسؤول عنها. طيب يبقى اذا غضب هؤلاء متفاهم.